يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا، وحياكم الله معنا في برنامجنا ثلاث نكهات. بناخذكم إلى عالم جميل جدا من الأطباق الشهية مع مشاهير ونجوم السوشيال ميديا. واليوم الشيف أسماء البحر غيرت شوي، عادة أطباقها رئيسية، لكن بما أن درت أن فريق العمل يحب الحلو، قالت بسوي لكم تشيز كيك بالحلوى وصلصة الفستق الطازج. تفاصيل أكثر عن طبق اليوم، طبق الحلو مع أسماء البحر. بسكوت نخالة طحنته، خليته ناعم، أوكي. راح أضيف عليه رشة هيل، تضغطون عليها عدل مدل، تخلون الحواف ترتبونها. 800 جرام من الجبن الكريمي بدرجة حرارة الغرفة، وهذا الشيء وايد 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 مهم إنه يكون خليط الجبن بدرجة حرارة الغرفة. ورشة زعفران نصبه على البسكوت اللي دخلناه الفرن 10 دقائق. ها، راح اضيف زيت زيتون، دبس الرمان، عسل، هذا الخس مزروع بالماء، هذه الكاكا ناخذها، طبعا هذه مو الكاكا اللي متعودين عليها، هذه تصير ناشفه متماسكه شوي. عاد اليوم جاهزين لكم طبق وايد حلو وايد لذيذ، والنكهه فيه النكهه الخليجيه اللي نحبها. راح اسوي لكم تشيز كيك بالحلوى البحرينيه او العمانيه على حسب ذوقكم انتم شنو تحبون. راح اوريكم ان التشيز كيك سهل مو مثل ما انتم متخيلين، شويه مكونات، شويه حركات، دقه في الشغل، راح تلقون انه كل شيء سهل وبسيط. مثل ما تشوفون هنا عندي بسكوت نخاله طحنته، خليته ناعم، اوكي. راح اضيف عليه رشة هيل، واضيف عليه زبدة ذايبة، تقريبا 200 جرام من البسكوت و100 جرام من الزبدة. ممكن تحطون 50 جرام بسكوت و50 جرام فستق، اذا تحبون طعم الفستق وايد تقدرون تحطون ميكس بدال البسكوت بس هم فستق. الحلوى انواع، في منها الاصفر وفي منها البرتغالي وفي منها الاحمر، في منها العمانيه وفي منها البحرينيه، وايضا في منها الحلوى الكويتيه. ونشوف اليوم اسماء البحر والحلوى اي نوع بتستخدم في طبق اليوم. واذا تبون البسكوت فيه حلاوه شويه تقدرون تحطون معاه قفشه سكر ابيض او اسمر على حسب ذوقكم. اوكي، هذا عندي هي، شوفوا الموضوع سهل. الشيء اللي يغفلون عنه وايد ناس، يحطون طبقة البسكوت هذه ويحطون عليها على طول تشيز كيك. أنا أفضل إن نسوي طبقة البسكوت هذه ونحطها في القالب وندخلها 10 دقائق الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق. أوكي، لمدة 10 دقائق تدخلونها الفرن، بعدين تحطونها بالفريزر 5 دقائق. أوكي، هذه راح تدخل الفرن 10 دقائق وتطلع. أنا الحين ما راح أدخلها الفرن، أنتوا بالبيت دخلوها الفرن عشان شنو؟ تصير كريسبي، عشان تطلع يابسة كذي، ما تطلع وايد طرية ولينة، لا تحافظ على نشفانها. أوكي، وبنفس الوقت ما راح تشرب شيء من خليط التشيز كيك. الفستق من أشهر المكسرات، يقولون انه مفيد للذاكره وايضا مقوي للقلب. الفستق لذيذ راح يكون ألذ طبق اسماء. راح ابتدي بخليط الجبن اللي هو راح استخدم اي نوع جبن كريمي تحبونه، بس راح استخدم كميه حلوه من الجبن الكريمي. كريمي بدرجه حراره الغرفه، وهذا الشيء وايد 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 مهم انه يكون خليط الجبن بدرجه حراره الغرفه. اوكي، الحين احنا قاعد نخلطه، راح اضيف فيه عليه السكر، طبعا السكر على حسب ذوقكم. لا تنسون في حلوى موجوده بالتشيز كيك، فلا تكثرون وايد سكر، خلوه معتدل من ربع كوب لنص كوب على حسب ذوقكم. معلومات اسماء دايم مفيده في حلقه اليوم، تقول قللوا السكر لان الحلوى فيها كميه من السكر. بعد ما ينخلط خليط الجبن عدل تقريبا 4 دقائق، تخلونه يتشرخ يتشرخ، تخلونه يتشرخ عدل. ها، راح نطفي ونضيف له
سور كريم، الكريمة الحامضة، كريمة الحامضة وايد مهمة في التشيز كيك. هذه الكريمة الحامضة، وراح نضيف قفشتين من الطحين. وتحط قفشتين طحين. قفشتين من الطحين. والحين نخلطهم مرة ثانية بعد كذي 3-4 دقائق. ونخلط المكونات مع بعض. بس بين فترة وفترة نتأكد من ان الجبن اللي تحت عندي مو متكتل، يصير ناعم. فشيء وايد مهم عشان لا يطلع قطع جبن وانتم تاكلون الحلو نفسه. هذه معلومة ثانية تقولها أسماء، ان الجبن لازم يكون ناعم وغير متكتل. هذا عندي خليط الجبن، راح اضيف عليه الحين رشة هيل، نوع من المنكهات اللي هو الهيل، ورشة زعفران، والزعفران، وراح نضيف بيضة بيضة بالتدريج عشان لا يصير صدمة وكمية سوائل كثيرة تدخل مع بعض ولا يطلع الخليط سائل حيل. فراح نضيف كمية البيض حبة حبة، 4 بيضات. وما زالت أسماء تعطينا المعلومات المفيدة، تقول لما بنضيف البيض نضيف، نقول بيضة بيضة أو حبة حبة علشان لا تكون كمية السائل وايد. ورا البيض على طول راح نضيف الفانيليا، والحين ضفنا الفانيليا، راح أضيف الكريمة بالتدريج. خفف السرعة، أضيف الكريمة كذي خليطنا يكون جاهز. عقب ما صفينا البسكوت راح ناخذ الخلطة ونصبها فوق البسكوت. الحين عندي خليط راح نصبه هني. بسم الله. راح نصبه على البسكوت اللي دخلناه الفرن 10 دقائق. ها، ممكن تضيفون صبغة الزعفران أو لون أخضر على حسب لون الحلوى اللي أنتم مستخدمينها. لاحظوا الحين ما حطينا الحلوى للحين. ها، اوكي، راح ننزل الحلوى كذي بالشكل هذا داخل التشيز كيك. لون الحلوى على حسب الرغبة، في ناس تفضل الخضراء وناس تفضل الحمراء، فهذا الشيء راجع لكم، اللون اللي تحبونه او الحلوى النوع اللي تحبونه تحطونها. هالمرة استخدمت الحلوى البحرينية الحمراء، تقدرون تحطون أي نوع حلوى تحبونه. بالدبس، اللون الأخضر، الأحمر، على حسب ذوقكم. الحين راح ننزلهم كذي. ها، شوف شلون، شنو قاعد أسوي؟ أنزلهم داخل بالشكل هذا، وتقدرون بعد ترى تحطونهم مع الخليط في الخلاط يصير. غطينا الحلوى بالكريمة. غطيته كله. الحين هذا يدخل الفرن بحمام مائي مدة ساعة ونص. ندخل هذا الطبق إلى الفرن لكن في حمام مائي. شلون راح نسوي الحمام المائي؟ راح نجيب صينية فرن. هذه صينية فرن. راح نحط التشيز كيك. راح نصب الماي. ماي عادي فاتر أو مغلي عادي. وتدخلون الفرن مجهز على درجة حرارة ما بين 160 و 170، تخلون الماي تقريبا لين نص وتخلونه ساعة ونص بالفرن. بعد ما يخلص تبطلون الفرن وتسكرونه، تخلونه هم ساعة يبرد بالفرن عشان ما يخفق، ما تتكسر، ما تصير عندنا أي مشاكل بالتشيز كيك. بعدين تبردونها طول الليل عشان تكون جاهزة لكم. معلومات قيمة تعطيها لنا أسماء البحر.
أثناء الطبخة. كذي تكون جاهزة. الحين علينا راح نسويها صلصة وايد حلوة، صلصة الفستق، عشان تكون تغليفتها من برا. الوقت اللي تكون طبختنا أو يكون صحن الحلو بالفرن نبدي نجهز الصلصة، صلصة الفستق الطازج. بس راح نسوي صلصة فستق فريش عاد. اوكي، راح نحط فستق محمص. لحظة، هني استخدمت الفستق السنوبري اللي من غير قشر، ما ابي يكون فيها قشر كلش. نحط الفستق المحمص في المطحنة. راح نضيف عليه سكر بودرة وعسل، او بس عسل كيفكم، اذا تبونها خفيفة تحطون بس عسل، شوية عسل. حطينا العسل وشوية زعفران وشوية هيل، رشة حبها بعد شوية زيادة، وراح نحط شوية من اللون الأخضر ونخلط. بسم الله. طبعا احنا راح نخلط ونبطل بعد شوي، نزيد شوي زيت، ما راح نحط مره واحده، لان نفس الشيء المكسرات نفسها فيها زيت، فراح نضيف زيت على حسب نسبه الدهون اللي موجوده عندنا بالفستق. شوي راح اضيف تقريبا من ربع الى نص كوب على حسب كميه الفستق. الفستق نوع من المكسرات جدا مفيد للذاكره، وايضا مفيد حق اللي يعانون من امراض القلب. ايوه يا سلام، شوفي الحين، شوفي افتخار صلصة البستاشيو الفريش شلون تكون، شوفي قوامها. بدال تشترونها جاهزة، هذه هي زبدة الفستق مالتنا. تشيز كيك ورا ما طلعناها من الفرن، اول شيء خليناها تبرد 6 ساعات تقريبا بالثلاجه، بعدين طلعتها من الفرن من الثلاجه، طلعتها من القالب ونظفت الجوانب وحطيت عليهم فستق اخضر مطحون. بس كذي بدينكم تطبطبون على الجوانب راح يلصق على طول على التشيز كيك. الحين هاي تشيز كيكتنا، شوفوا هني لونها من الزعفران صارت صفراء، كل ما ذوبتوا الزعفران او حطيتوا صبغة زعفران راح يطلع لونها اقمج، وهذا على حسب ذوقكم ورغبتكم. الحين راح نزين اطرافها بالحلوى عشان الناس تعرف ان هذه تشيز كيك حلوه. ها، عقب ما خلص طبق الحلو نبدي نزين هذا الطبق الجميل بقطع من الحلوى. هذه تشيز كيكنا جاهزه، طبعا ما ننسى صلصه الفستق اللي سويناها، الحين راح نعبي فيها داخل، ومثل ما تشوفون انا جايبه وياي بعد زلابيه يعني عشان تعطينا ايحاء شويه خليجي اكثر. وهذه عندي صلصة الفستق جاهزة، راح نصبها داخل كذي، واللون على حسب رغبتكم، تقدرون تزيدون اللون إذا حبيتوها خضرة يعني. طبعا طريقة تزيين اللي تعجبكم، تقدرون تخلونها بس صلصة فستق كيفكم. شلون كذي؟ شو اسوي الحين؟ هذا فستق فوقه. يلا هذه تشيز كيك. سويت لنا اطباق رئيسيه وسويت لنا الحلو وباقي بس السلطات، واليوم سلطتك شويه فيها نوع من الغرابه اللي هي الكاكا، او البعض يسمونها الخرمه. الكاكا ترجع أصولها إلى شرق آسيا والصين، ولكن بالآونة الأخيرة بدأت تزرع في بلاد الشام وجزء من تركيا. الكاكا بعد مشاهدنا تشابه الطماط، تزرع في درجة حرارة 26 درجة مئوية. خلينا نشوف أسماء البحر شلون راح تخلي هالكاكا اللي هي فاكهة تحطها بالسلطة. وايد حلوة، خفيفة ولذيذة بنفس الوقت. راح استخدم هني عندي مثل ما تشوفون أنواع الخس اللي موجودة. أوكي، ما علينا غير نقصصهم بالشكل هذا بايدنا. اوكي، ناخذ انواع من الخس.
هذا الخس مزروع بالماي عشان كذي حتى انه هو في عصاره وايد. بنتابع معاكم ونشوف مكونات السلطه. انا شايفه الخس الامريكي والكعكه شوي مو طريه وايد شاده، قاعد اقطعها مكعبات بالشكل هذا نقطعها. وايد شيره هذه، وايد تصير حاليه، والحلو فيها انها يابسه حاله حال التفاح، يعني تعطيكم قروشه حلوه وطعم حلو جديد. مثل ما قلت لكم من قبل، النكهات الجديده في اطباقنا تخليها وايد لذيذه وتخلي البيت كله يحب يستمتع. يعني الالوان هذه اللي نضيفها، النكهات. اوكي، هذه الكعكه حطيناها. الكعكة فاكهة مليئة بالفيتامينات، فيها البوتاسيوم والمغنيسيوم وأيضا حامض الفوليك. افتخار نص حبة أفوكادو باليوم تمدك بفيتامينات طاقة يوم كامل. فالأفوكادو وايد مهم إن ندخله في وجباتنا، من غير ما نكثر منه لأنه هم فيه دهون زيادة. اجمعت أسماء ما بين الأفوكادو المفيد حق البشرة وحق الشعر، والكعكة اللي يحتوي على الكثير من المعادن، وأيضا الخس الأمريكي. بس بشوف شنو الصوص اللي بتحطه أسماء. طبعا عشان لا يسود الأفوكادو نعصر عليه ليمونة، راح أحط رمان، هذا الرمان فوقه بالشكل هذا، وزينة الطبق بالرمان. وراح احط جوز البيكان، جوز محمص ها، وراح احط عليه دياي مشوي، صدور دياي مشويه ومبرده بالثلاجه. يعني ما خلت بخاطرنا شيء، سوت جميع الاطباق اللي احنا نحبها وانتم تحبونها بعد. راح نجيب اي برطمان عندنا، راح احط فيه زيت زيتون، دبس الرمان، عسل. اوكي، وعندي خل البلسمك، وراح نضيف عليهم الملح والفلفل الاسود، هذا فلفل، شويه ملح، ترى نخلطها عدل لما تصير ثقيله ها. يعني اسماء خلت لكم اختيار التتبيلة، كل واحد شنو يفضل نوع الصوص يحطه في هذه السلطة. يعني هالمرة ما سوينا وايد سلطات، بس حبيت اليوم مع الحلو أسوي لكم شيء خفيف ولذيذ. اسماء كفيتي ووفيتي، ما تقصرين حبيبتي، اطباق جميله. بس يعني تهديد، انت طالعي ما تجيسينا لان احنا بناكل الحلو، لا تجيسينا. هذا ذوقي ذوقي. تاكلين كعكه؟ فا يعني احط لك؟ وايد احبها، واحبها مثل ما قلتي قبل شوي الناضيه وايد. ويمكن في البدايه ما كنت استصيغها، بس عقب ما جربتها حبيتها، وفيها يعني كثير من الفيتامينات، خصوصا مشاهدينا فيها حمض الفوليك، فيها المغنيسيوم. هني هني بسم الله. صح الرمان. والرمان الوان وايد حلوه. هذا بصل اسمه؟ بصل احمر بس منقع بليمون، ها؟ أي عشان نعم. تروح قوه البصل اللي فيه الريحه القويه. نعم. هذه تختفي مع الليمون. اي نعم. والكعكه ليش اخذتيها شويه متماسكه؟ هذا النوع، هذا النوع من الكعكه هو متماسك. الحين لما ذوقينها راح تلقينها حاليه حيل. اي نعم. ما كأنها الكعكه العاديه بس متماسكه. نستخدمها في المخبوزات، نستخدمها في السلطات. اي نعم. حتى تقدرين تاكلينها كذي حالها حال التفاح. بالفعل. نقول بسم الله. بالعافيه. لذيذه. هاني وعافيه. انا توقعت انها مو ناضيه وايد. لا لا مستويه. يمكن بس مستويه. طعمها لذيذ. ما ادري انا افضل تحطوا لي بروحي و... لا الحين كله خذيه نحاشه. العافيه. هني هني وعافيه. ناطعه. تشوق. حبيبتي ما تكسرين. انا احب الافوكادو بعد. يعني وجبه غذائيه بالذات حق اللي يسوون دايت، انا انصح فيها. هذه تنصحين فيها؟ هذه والله شوف، هو في الدايت عاده
دنا يوم إجازة بس هذه بالإجازة سووا هذا وكلوها. لا اللي مسوي دايت لا لا ممنوع. لا 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 يوم المفتوح أعتقد كل اللي يسوي رجيم لازم عنده يوم مفتوح، فاليوم المفتوح لازم تجربون قالب الحلوى الجميل. مشكورة يا أسماء وشكر كبير إلى مطابخ الفارسي واستضافتهم لنا في هذا البرنامج الجميل والرائع، وشكر آخر إلى مريم اللهو وأزيائها المميزة، وشكر كبير كبير لكم مشاهدينا، ولازم تطبقون. في نهاية حلقتنا نقول رشد حب، رشد حب، مع السلامة.